السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مقطع جديد للعبة سوارم زي. طبعا نزلت الحلقة الأولى للعبة هذه قبل أسبوع تقريبا، وواضح أنها عجبتكم لأن ما شاء الله تقريبا 80,000 لايك والمشاهدات مرة كويسة، فهذا يدل أن اللعبة عجبتكم، فعشان كذا راح نكمل فيها وراح نلعب المرحلة مو الثانية، أتوقع الثالثة اليوم، راح نلعب مرحلة اسمها تاون. أوكي، طيب يا جماعة الربع، في المرحلة ذي عندنا البيبي هنا عند الكنيسة، أوكي؟ هذه منطقة تاون أو المرحلة تاون، يعني بلدة، حنا في بلدة عادية، هذا البيبي هنا. طيب خلونا نشوف وش يا أخي طلع بسرعة. أوه ما شاء الله، شوف الزومبي هنا، أربع مجموعات هنا، ألوانهم مختلفة، أتوقع ألوان الزومبي زي ما قلنا آخر انزل تحت، زي ما قلنا آخر مرة أن اللون يدل على أن الزومبي أقوى أو أسرع أو مثلا ما يموت ما أدري، في زومبي أقوياء يعني ما يموتون بطلقة، ما أدري صراحة. طيب الجهة هذه ما عندنا إلا المدخل هذا، تشوفونه صح؟ يب ما عندنا المدخل هذا. الجهة هذه أو في لون جديد، تشوفون يا أخي ما أعرف أنزل أنا وأطلع. أو مهرجين ما شاء الله، من متى ذولي؟ عندنا زومبي مهرجين هنا تمام، وعندنا أربعة برضو نفس الشيء هنا، توقع نفس المجموعة ذي، وهنا نفس المجموعة اللي قدام. حلوين، أمورنا طيبة. خلونا نشوف المداخل اللي عندنا. عندنا المدخل هذا فقط، المدخل هذا فقط، المدخل هذا فقط. طيب نقدر اننا نقفل المداخل نفسها ونحط جنود عند المداخل. اوه شوف مكتوب هيلب على البيت ذا، هيلب. او اننا نقدر نحوط البيبي نفسه، واتوقع ان هذه افضل طريقه اننا نحوط البيبي نفسه. ما ادري هل احتاج اني احط محاصرات مثلا هنا ونحمي البيبي، والله ما ادري. خلونا نحط مثلا لا مو هنا، مو هنا، اصبر اصبر، نحطها كذا. ما ادري المفروض اكبرها كذا ولا لا، بس افضل عشان يكون عندنا مساحات كبيره ندافع عنها. حطها هنا. اوكي تقريبا خسر كم معنا، كم 133,000 او شيء صح، خسرنا حدود 9,000 او حاجه للمحاصره فقط او للعوائق هذه. بس نجي لتوزيعه الجنود، ما ادري صراحه وش الجنود اللي راح نستخدمهم المره هذه، لكن الاسولت رايفل يعتبرهم مره اقوياء، لكن في كل منطقه ودي احط واحد مع ار بي جي، او نحط واحد للمنطقه كامله مثلا، نحط واحد يطالع هنا. طبعا ما عليك من الجهه اللي طالع فيها، هو اي زومبي يدخل الدائره حقتها، تشوفون الدائره هذه، اي زومبي يدخل فيها راح يلتفت ويطلق على الجهه هذيك، فاتوقع انه هنا كويس. طيب نجيب الجنود هذولي نحط هنا مجموعه. طبعا اضافوا تحديث اللعبه ان الجنود اذا كذا ورا بعض، يعني احط هذا هنا ما يقدرون يطلقون، لازم يكون بينهم مسافه، فهذولي ما يقدرون يطلقون. هذه بتبعد من هنا، او الاسولت بنات توني ادري والله، هذه بتبعد من هنا. ونرجع للجهه هذه برضو نحط فيها مجموعه، ما نحط مجموعه كبيره هنا، لان ما نحط مجموعه كبيره حط كثير، يعني الزبدة. أتوقع الجهة ذي هي أصعب جهة اللي هي هناك، الجهة هذيك صح؟ هذه الجهة وهذه الجهة هم الأصعب غالبا، الجهة الثانية هي البطيئة لأن هذول الجنود السود أو الزومبي السود سريعين. فنحط شاتجن هنا مثلا عند البيبي، بس أهم شيء راعي الآر بي جي ما يصك الشاتجن. ونحط الميلي ما قد جربناهم ذولي، بس نحط لنا واحد أبو 500، أتوقع أنهم أقوياء. عندنا 150، أوكي ما عاد تكفي. خلونا نبدأ المعركة ونشوف وش اسرع زومبي. ابغى اطلع فوق اشوف الزومبي سريعين. يب زي ما قلت لكم السود شوفون جايين قاعدين يتحركون من تحت سريعين، لكن هذولي لسه يعني شوف توهم في البدايه قاعدين يمشون ببطء، لكن هذولي مره سريعين. فتوقع كل الجنود انهم راح يطالعون هذولي ايش فيهم صاروا سريعين كذا. لا برضو بطيئين هذولي. اتمنى ان الخطه تنفع يا جماعه، لاني بديت اشك حبه حبه لان العدد مره كبير. خلونا نسرع شوي، نبدا نراقب الاوضاع. الى الحين اوكي هذولي بدوا يقربون، انا مره ما اعرف اتحكم سريع التحكم. هذول بدوا ينجلدون هنا. اوكي الجهه الثانيه ابغى اشوف الار بي جي بيبدا يطلق ولا ما راح يقربون اصلا. من هنا باقي ما حد وصل، فهذول الى الحين ما لهم اي فائده لين يقربون الزومبي حقينهم. خلونا نسرع اكثر شيء نشوف كيف. اوكي بدوا يقرب. اصبر هذول كانهم بدوا يقربون بزياده صح؟ الوضع كانه بدا يخوف، الوضع بدا يخوف يا جماعه. هذول برضو قريبين مره، بس الى الحين اتوقع اننا ماسكينهم عند نقطه معينه. خلونا نشوف اذا في جهه قاعدين يقربون اكثر من جهه. لا الى الحين امورنا طيبه صح؟ الار بي جي برضه ما اطلق الى الحين. اوه هذا ماسك جيتار والله توني ادري، وهذا طبعا مصوب الشتجن على راسها المسكين ذي، يعني اذا تبغى تغدر فيهم ولا شيء يذبحها على طول. هذولي اوكي امورهم طيبه. ما لا اتوقع ان خطتنا ما شاء الله يعني استراتيجيه كويسه. الى الحين الزومبي ما تعدوا الخط اللي هنا، تشوفوا الخط هذا تعدوا بشيء بسيط بس انه عادي يعني يموتون على طول. الار بي جي الى الحين ما اطلق ولا طلقه واحده من الار بي جي حقته. اوه هذولي كانهم قريبين، هذولي كانهم قريبين بس انه ما تعدوا، يعني قريبين مره، اقرب مجموعه اتوقع هذولي. يب هذولي اقرب مجموعه لان العدد اللي هنا قليل، بس مع ذلك شوف في واحد يتدخل من هنا او واحده شوفوها قاعده تفزع لهم. كويس كويس لان هذولي مره بعيدين عادي ما يحتاج كلهم يتدخلون. هذولي قرب يخلصون خلاص، اتوقع اننا بنعدي المرحله ذي. والله كان ودي الار بي جي يطلق، كان ودي راعي. اوش في المشط اللي في راسه،
والله توني اشوفه ما شاء الله ينقلع فريزة جاي كاشخ والكدش حق الخايس ذا. اوكي باقي هنا كم واحد ماتوا؟ اللي هنا اللي هنا برضو ماتوا. هنا باقي اللون هذا اللي ما ادري ايش اللون الاخضر ما ادري ايش هو. فاللي على اليمين برضو ماتوا. خلونا نخليه بطيء عشان نشوف الاحداث وهي الزومبي هم يموتون. شوف كيف بطيئين والله هذول مره بطيئين. بس ليش كذا قصة شعرهم؟ او عندهم شعر في اليمين ويسار ما فيه ما شاء الله. طيب باقي ثلاثة يا شباب هنا اذبحوهم شباب. اخر ثلاثة ممكن تفاهمون معهم. خلنا نشوف من اللي بيطلق. اللي يطلق له مكافأة. يلا خلصوا علينا. باقي واحد. الحمد لله على السلامة. فزنا فزنا. المرحلة الثانية. وش المرحلة ذي؟ وش اسمها طيب؟ ما ادري بس واضح انها مطار. اوه البيبي هنا. البيبي حاشرين هنا. اوه ذي واضح انها بتكون صعبة. يقلع ام الحالة. طيب اصبروا خلونا نشوف المداخل. اول شيء الزومبي. تشوفون الزومبي هنا في الاطراف وهنا وهنا. يقلع ام النكبة. والله المرحلة ذي بتكون صعبة يا جماعة. يبغالنا نشتغل عليها صح. معنا 300 ألف. أوكي أوكي أتوقع أن أمورنا طيبة بإذن الله. أولا ناخذ المحاصرة ذي أو البركيد هذا. نبدأ من هنا. ليش البركيد؟ عشان يعطينا وقت أكثر أننا نحاول نصمل أو ندافع عن أنفسنا. أوكي نحط سولت رايفل هنا في المنطقة ذي. يا رب ما تخلص فلوسنا. أوكي معنا 100 ألف. نشيل اللي يا الله ما ابغى اشيل المحاصره ذي. اوكي حطينا هنا كم اسولت رايفل في المنطقه ذي. نجي للمنطقه الثانيه اللي مفتوحه هنا ونحط برضو باركيد. اوكي حلوين وبرضو نحط اسولت رايفل. الى الحين بنحط اسولت رايفل في المناطق البعيده. المناطق القريبه بنحط فيها او معنا 92 ألف. بس ما نبغى نتحمس مره عشان ما نجيب العيد يا جماعه. اذا مره تورطنا راح نشيل الباركيد هذه ونحط باركيد ارخص. هذه ب 400 ارخص باركيد ب 100 اتوقع. طيب المنطقة ذي واضح انهم سريعين مرة فيبغالنا نحط اكثر جهودنا هنا. فاولا نحط البركيد الرخيص. اكثر جهودنا ويحط بركيد رخيص شو الفائدة؟ نحط الاسولت رايفل نكثر منهم هنا. خلصت فلوسنا. اوه اوه والله شوف لحظة بغير البركيد كامل لحظة. اوكي يوم حطينا البركيد الارخص هي ذي ما انحطت بس ما تنشاف. يقلع شكلها والله ما اشوفها. يقلع ام الحالة عمل الوان مشكلة يا جماعة. طيب باقي معنا 43 ألف. الجهة اللي ما حطينا فيها هنا. اوه صح هذه ما حطينا فيها. يعني كم بيصير معنا؟ تكفى ان معنا مبلغ باقي معنا 35 ألف. يمدينا نحط ادري خمسة من ذولي. لا مو خمسة اكثر. اوكي حطيت اكبر عدد اقدر عليه. والله ماني متفائل بالمعركة ذي يا جماعة او بالخطة هذه الاستراتيجية حقتنا. البيبي هنا معنا 1600. ال 1600 هذه نقدر نحط شوتجن او نقدر نحط كم واحد من حقين الميلي هذول اللي يجلدون. فاتوقع ان هذا افضل حل. نحط واحد هنا واحد هنا. نحط مجموعة الزبدة. كلهم عند البيبي يحمون البيبي. هذا ليش حطينا هنا؟ نحطه هنا. بسم الله خلونا نبدا. خلوني اطلع فوق اشوف وش اول جهه راح تجي بسرعه. غالبا الجهه هذه لانهم الاسود دائما سريعين. اوه حتى هنا في اسود. اوه رحنا فيها. هنا ما في اسود صح؟ لا هذول بطيئين. الجهات هذه هي السريعه. والله ماني متفائل بالمعركه ذي يا جماعه. اوه هنا وصلوا اوريدي ما شاء الله. لا رحنا فيها. وصل دخلوا. اي لا لا الزبده الخطه فاشله. الخطه مره فاشله. شكلنا بنسحب على الحمايه من هناك ونحط الحمايه عند البيبي فقط. اتوقع ان هذا الشيء اللي بنسويه او بننقص اللي هنا. شوف دام هذول بطيئين ننقص عدد الجنود اللي هنا. هذول كيف وضعهم؟ هذول مو مره سريعين بس انهم اتوقع ان يبغانا والله ما ادري والله ما ادري. هنا وصلوا صح؟ يب وصلوا وصلوا يا شباب. الزومبي جايينكم. تكفون خلونا نسرع شوي نشوف وش بيصير عند البيبي. سرعنا اسرع شيء. اوكي جايين الشباب. جايين الزومبي الربع. تفاهموا معهم تكفون. كل واحد مع مضرب. يلا اتوقع حقي الجيتار اقوى معقوله. طيب اصفقوهم جلد. امسك امس. ما يقدروا يتحركون. لا يا شباب لا لازم نحوطهم عند البيبي اجل. اوه هذول فايرمن. رحنا فيه في نمل جايين من هنا بعد ما شاء الله. لا 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 مره ما ينفع. مات البيبي. يا ويلي المعركه الصعبه وش بنسوي هنا؟ طيب الخطة كالتالي يا جماعة. بنحط طبقتين من الحماية هنا. اوكي هذه الطبقة الاولى حطيناها. هذه الطبقة الثانية عشان يكون فيه دفاعات. اوكي كيف اشوف انا الحين؟ كيف اشوف؟ اوكي كذا نشوف عشان يكون فيه دفاعات احتياطية. اذا اقتحموا الدفع الاولى يكون في دفعة ثانية وزي كذا. طيب الحين نحط اسولت رايفل. بنعبي اسولت رايفل لين تخلص فلوسنا. بعدين نحط هنا اسولت رايفل برضو. يا اخي الاسولت رايفل مره غاليين والله مره غاليين. بس انهم كويسين ترى مره كويسين لانهم اقوياء ويطلقون مسافه مره بعيده. خلونا نشيل ذول اللي ورا بعض عشان ما يطلقون على بعض وتروح هباء منثور. طيب تدرون ايش المشكله؟ ان ودي احط سنايبرات بس
نحط ار بي جي هنا، وش رايكم؟ نحط واحد هنا ونحط واحد هنا ونحط هنا واحد. اوكي اوكي حلوين. طيب ايش رايكم نحط مثلا حقين الماجنوم ذولي لانهم رخيصين، بس كيف ما يقدرون يطلقون على بعض الحين؟ طيب نحط اعداد كذا متفاوتة عشان ما يقدرون، عشان ما يصكون بعضهم. هم طبعا ما يذبحون بعض، بس انهم الطلقة ما تخترق، يعني الطلقات اللي ورا بتكون، او الجنود اللي ورا بيكون ما منهم فايدة لانهم يطلقون على الاخويان اللي قدام. طيب خلصنا كذا، ودي احط ار بي جي هنا واحد وهنا واحد، حلوين. ونحط هنا حقي الماجنوم، لان احس انهم افضل من حقي العجرات لانهم يطلقون عن بعد، فهمتوا قصدي؟ طيب نحط ننثرهم كذا في كل مكان، عاد لا تطلقون على بعض، خلوكم اذكياء بليز. يعني خلاص اتوقع اننا جاهزين، شو اسمه تأيدون اننا جاهزين؟ باقي معنا 500، نقدر نحط اثنين هذولي ولا نحط واحد ابو جيتار؟ نحط واحد ابو جيتار، دفاع اخير وملاذ اخير عند الطفل. بسم الله خلونا نبدا ونسرع على شيء، اذا وصلوا الجنود هنا برجع لكم. وصلوا وصلوا يا جماعه، اول مجموعه هذه هنا، نسرع شيء بسيط بس. اوكي حلوين، حقي الاسولت قاموا يطلقون، امورنا طيبه في الجهه ذي، بس والله انهم كثيرين. حقي شوف احسن شيء انهم ما يذبحون بعض. اوكي الجهه الثانيه برضو ماسكينها، ماسكين الجهه الثانيه، امورنا طيبه. شوف الزحمه اللي بتجي، يا ويلي باقي ذولي ما وصلوا، باقي اللي هنا وصلوا كاملين، تقريبا وصلوا كاملين، بس يقلع ام الحاله. الى الحين امورنا طيبه يا جماعه، ما حد قرب حتى من السياج حقنا، بس تدرون النكبه الشاحنه ذي قاعده تخرب، يعني الجنود اللي هنا، اللي هنا مثلا شوف ما يطلقون ولا يسوون ولا شيء، ملاحظين؟ بس لا بيطلقون اذا جت اوه شو ذي المجموعه الجديده؟ اه زومبي مطورين ذولي، يقلع ام النكبه. طيب برضو امورنا طيبه، ما حد وصل، نسرع نشوف متى بتبدا النكبه. اتوقع بتبدا النكبه اذا قربوا ذولي. اوكي يب تبدا النكبه عند هذول، لان في شاحنه هنا تخرب، حسبي الله على العدو. امورنا هنا طيبه، كل مكان امورنا طيبه فيه، اتوقع ان الاستراتيجيه دي كويسه. شوف في هنا زحمه جايين، شوف ما في طريق، يقلع ام الحاله. تصدقوا الار بي جي قاعد يفيد مره، شوف كل ما يفجر مجموعه، شوف خلونا نبطئ، شوف يموتون مجموعه كبيره مره. شوف اطلق مره ثانيه لو سمحت. لا تفشلنا، اطلق حلوين. شوف يموتون مجموعه، هذول الفاير مان او ما ادري ايش هذول لابسين كذا اشياء حقت الحجر الصحي، ما ادري ايش، ما احس انهم اقوياء، بطيئين بس انهم مو اقوياء، ممكن اقوياء اذا ضربوا الدمج حقهم قوي، بس غير كذا لا. يقلع ام الجيوش، قسم بالله زحمه. بس لحظه خلونا نسرع، الى الحين امورنا طيبه يا جماعه. هذا انا فخور بالاستراتيجيه حقتي والله. شوف حتى في ناس جايين من هنا. ولا نقدر نحط فوق المباني؟ ما اتوقع نقدر، لو نقدر بيطلع حلو، ما حد يقدر يجلدهم. نحط لك سنايبر هنا ولا فوق الطياره سنايبر ولا شيء. اوكي في نكبه، في نكبه، هذول قاموا يقربون من السياج. اقلع ام الحاله، والله ما اي يا شباب يقلع ام الحاله، هذول يقربوا من السياج، بس الى الحين ما حد قاعد يكسره. والله شوف بديت اخاف، بديت اخاف والله يا جماعه، الوضع مخيف. الار بي جي ما قاعد والله ما قاعد يكسر ابدا، قاعد يفجرهم تفجير. الحمد لله السياج ما انكسر للحين، امورنا طيبه. نشوف السياج الجهه الثانيه، ايه هذول مره كويسين، لدرجه قاعد افكر ليش ما نقللهم شوي، ما ادري. لان شوف حرفيا من هنا، شوفوا اللي ما يطالعون، اللي ما يطالعون هنا يسار منهم، هذه تبدا من هذه، هذه اوكي. شوف ما قاعدين يطالعون اي جهه ولا قاعدين يطلقون، يعني هنا حرفيا مخسرين فلوس، هنا لين هذه خسرين فلوس، حتى حق الار بي جي اللي هنا ما منا اي فائده. يعني اذا انهزمنا لا سمح الله، ان شاء الله ما ننهزم، نقدر ننقل حق الار بي جي هنا. انا قاعد اسولف كثير، اتابع المعركه يا جماعه. اقلع ام الزحمه، يقلع ام الزحمه، ذولي كلهم يبون البيبي. ايش سوى لكم هالبيبي المسكين؟ خلوه في حاله. اوكي قدرنا نسيطر على الجهه ذي، بدوا يتراجعون حبه حبه. الجهه ذي امورنا طيبه وبدوا يخلصون. ليتس جو، خلينا نشوف الجهه ذي، حلوين خلصوا، كانهم خلصوا خلاص، يعني باقي مجموعه بسيطه، مو خلصوا، خلص هذولي قاعدين يرتاحون، هذولي باقي بس. يا اخي ليتهم يقدرون يتحركون، او اقدر احركهم انا مثلا، تعالوا هنا غيروا الجهه حقتكم، ادري يعني يفزعوا لاخوياكم واقفين هناك، ليش؟ خلاص ما عاد بقى احد هناك، باقي ذولي بس. اوف لو تقدر تطلق عليهم ار بي جي في النص، ذولي طبعا ما منهم اي فائده. الحمد لله اننا ما احتجناهم، لان الزومبي ما وصلوا اصلا. هذا ابو الجيتار او ام الجيتار، الفزعه الاخيره حقتنا، خلاص فزنا ان شاء الله، ان شاء الله اننا فزنا. على كل الطلقات اللي قاعد يطلقها ما في ولا طلقه خلت المشط حقي يطيح. شوف وفي ناس يطلقون من وراه، والمشط حقه ما شاء الله صامل اكثر مني. ايش ذا؟ اه خلصنا، ليتس جو ليتس جو. اتوقع اننا راح ننهي فيديو اليوم هنا، اتمنى الفيديو عجبكم، حط لايك اذا عجبكم المقطع، دسلايك اذا ما عجبك، اشترك في جرس التنبيهات. السلام عليكم. We'll be right back.
We'll be right back.